ولنقاش المعاناة المستمرة للنازحين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أهلا بكم سيدي. نعم، تحية طيبة لك متابعي الكرام. بعد أزيد من 8 سنوات لا يزال النازحون في مخيمات يعانون من برد الشتاء وحر الصيف، ما التحديات التي تحول دون الحد من معاناة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم؟ حقيقة قضية النازحين العراقيين والمهجرين قسرا مسألة إنسانية في غاية الخطورة من جميع النواحي الأمنية الصحية والاجتماعية. لا زال يعاني من هؤلاء النازحون واقع قاسي جدا. لا زال الكثير من النازحين القاطنين في المخيمات غير قادرين إلى العودة نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية هناك. بعض المناطق لم ترفع عنها حتى الألغام والمقذوفات. أضف إلى ذلك لا تضمن الحكومة العراقية سلامة العائد من التهجير والنزوح. وأيضا النقطة مهمة جدا، هناك جهات مسيطرة على المناطق المفرغة من السكان مستفيدة من هذا التهجير اقتصاديا، حيث سيطروا على مقدرات هذه المدن، استفادوا منها كمقرات آمنة لهم على الأراضي الزراعية والحقول وحتى حقول النفط. بالنتيجة هناك فائدة اقتصادية للميليشيات والأحزاب من قضية التهجير، تمنع وتعرقل عودة النازحين وتتاجر بقضيتهم ونزوحهم. كانت وزارة الهجرة والمهاجرين كشفت عن عدم وجود إمكانيات كافية لدعم مخيمات النازحين، كيف تنعكس مثل هذه التصريحات والقرارات الحكومية على حياة النازحين في المخيمات بالعراق؟ في الواقع إدارة ملف النازحين في العراق إدارة سيئة، سواء كانت من وزارة الهجرة والمهجرين أو من الحكومة العراقية منذ بداية الأحداث وإلى الآن. كان ولا زال ملف النزوح غارق بالفساد والتجارة، ملايين الدولارات صرفت على النازحين بالاسم لكن تقاسمتها حيتان الفساد، وحال النازحين من سيء إلى أسوأ. حقيقة تصريح الوزير تصريح غامض ومبهم، ويدل على عدم وجود خطة حقيقية لإعادة النازحين وإغلاق ملف النزوح. حتى هناك شك حقيقة بنوايا الحكومة والمسؤولين بمعالجة هذا الواقع المر. أود أن أشير إلى أن نازحي حقيقة المقدادية ديالة مهجرون إلى الآن كغيرهم من المدن، مدنهم فارغة ومدمرة، لم يتم معالجة مسألة تهجيرهم إلى الآن وغيرهم من النازحين. الواقع حقيقة مأساوي في ظل وجود هكذا وزارة وهكذا حقيقة مسؤولين وهكذا وزراء. نعم، أدت أوضاع النازحين المعيشية إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المخيمات. إذا كانت وزارة الهجرة لا تجد الإمكانيات المادية اللازمة لدعم المخيمات، ماذا عن وزارة الصحة وهي المسؤولة عن منح المواطنين حقهم في الرعاية الصحية وفقا لكل المواثيق الدولية؟ حقيقة وزارة الصحة هي الأخرى غائبة في الوقت الذي تعيش مدن عراقية أو في العالم حالة استنفار وقلق من فيروس كورونا أو من المتحور الجديد، والإعلان المستمر عن تسجيل إصابات جديدة. حقيقة هناك مجتمع آخر في العراق بلا صيدليات، بلا معقمات، بلا أبواب تغلق عليهم، يواجهون هذا الخطر بمفردهم. حتى الآن لم تصل أي فرق طبية ولا توعوية لتلك المخيمات، لم يتم تزويدهم حتى بالمعقمات ولو بصورة خجولة. وزارة الصحة حقيقة هي الأخرى مترنحة أصلا بفعل الفساد والمحاصصة، متهالكة حتى بناها التحتية. في الواقع المخيمات فيها الكثير من كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والأطفال، تنقصهم الرعاية الطبية
وهو أبسط حق من حقوق الإنسان الطبيعية. يفترض أن يكون مكفول إنسانيا ودوليا. نعم. في ظل قرارات إغلاق المخيمات والتحديات الصعبة التي تواجه النازحين في تلك المخيمات وتحول دون عودتهم إلى مناطقهم بسبب الظروف الأمنية، إلى أي مدى تطبق عليهم خطة ممنهجة تهدف لتغيير الديموغرافي في محافظات بعينها؟ حقيقة هذا هو لب وجوهر الموضوع، هذه القضية تحديدا، التهجير القسري وإفراغ المدن وتهجير السكان هو وسيلة للتغيير الديموغرافي واستبدال حقيقة السكان كما هو واضح. إفراغ مدن مثل جرف الصخر ومدن ديالة ومدن في صلاح الدين والأنبار والموصل وأطراف بغداد، الغاية منه هو التغيير الديموغرافي كما حصل لبعض مناطق بغداد المهمة عام 2006 و2007، تهجير ثم مدن مفرغة ثم مساومة على البيع بسعر بخس بالنتيجة. المخطط واضح وجلي. الدليل سنة 2014 تم منح 4900 جنسية عراقية لأناس غير عراقيين، هذا ما أعلنت عنه هيئة النزاهة العراقية، هذا المعلن طبعا. تم إسكان هؤلاء جميعا في ديالة، وهذا هو ربط واضح حقيقة بين التهجير للسكان الأصليين وتجنيس آخرين وتوطينهم في مدن أساسا هي مفرغة من أهلها. نعم. شكرا جزيلا لكم المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.